عدد من القرارات الهامة بالاتفاقيات اللي وقع عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كانت خلال مشاركته بقمة محيط واحد في فرنسا، واللي بتطمح لوضع المحيطات في قلب الأولويات المتعلقة بالمناخ. عشان نتكلم أكتر عن القمة ومشاركة مصر فيها، ليه تم دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة؟ إيه الإجراءات اللي اتخذتها مصر حتى يتم دعوتها؟ قدرنا نعمل إيه من خلال حضورنا هذه القمة؟ الدكتور أيمن حمادة مدير عام إدارة التنوع البيولوجي بوزارة البيئة موجود معانا على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى مصر كلها. أهلا وسهلا دكتور. لو نيجي نقول القمة، قمة التنوع البيولوجي وفكرة وجود القمة، أهدافها، أسباب انعقادها، اختيار المكان، المشاركين، كل دي تفاصيل محتاجين نعرف تفاصيل عنها أكتر من حضرتك. طيب، هو في البدايه عشان نقول يعني سبب من اسباب انعقاد هذه القمه، هو هنرجع ورا 3 أو 4 سنين لما الجمعيه العموميه للامم المتحده اعتمدت واقرت العقد الحالي اللي هو من 2020 ل 2030، ده عقد المحيطات اختصارا، يعني هو سموه عقد العلم علوم المحيطات من اجل التنميه المستدامه، من اجل تحقيق التنميه المستدامه، واختصارا عقد المحيطات. الهدف ان احنا نحشد همم وجهود العالم كله ونصل الى إجراءات وأنشطة وعمليات فعالة فعلا لحماية المحيطات من التأثيرات السلبية كتيرة جدا اللي هي بتقع على المحيطات، لحماية هذه المحيطات. وفي هذا الإطار طبعا خلاص العقد بدأ من السنة اللي فاتت، ومع بداية هذا العام الثاني من هذا العقد، ومع تزامن ذلك مع رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، دعا الرئيس الفرنسي إلى عقد قمة في الفترة من 9 ل 11 فبراير. هذه القمة تستهدف حماية المحيطات، عايزين محتاجين نعمل إيه عشان المحيطات. فعمل القمة الكبيرة دي اللي هي من 9 ل 11 هي بعنوان كوكب واحد من أجل المحيطات. في نهايتها تم عقد قمة رؤساء الدول، وتم دعوة عدد محدود من رؤساء الدول وصانعي السياسات في العالم ورجال الأعمال الكبار اللي هم بيؤثروا في العالم. هذا العدد المحدود لما يتم دعوة فيه سيادة الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية، فده ليه معنى كبير جدا، ألا وهو طبعا ببساطة إدراك العالم للمكانة اللي مصر أصبحت فيها في المجتمع الدولي المعني بالبيئة. ده اللي بيظهر جليا بداية من 2018 لما استضفنا مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، الاتفاقية الأكبر لحماية التنوع البيولوجي، ودلوقتي احنا بنستضيف في السنة في هذه السنة يمكن خلال أقل من سنة في نهاية هذا العام مؤتمر الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ودول أهم اتفاقيتين بيتعاملوا مع أهم أزمتين بيئيتين بيأثروا على العالم. فطبعا ده كان السبب من هذه القمة، ان احنا لازم ناخد بالنا من المحيطات، التأثيرات السلبية كتيرة جدا من التلوث، التأثيرات السلبية كتيرة جدا من الصيد الغير مستدام والصيد الجائر للموارد. واحنا بنتكلم عن التأثيرات السلبية، ريت حضرتك توضح لنا اكتر، يعني كمتخصص في التنوع البيولوجي شايف ازاي او ايه اكتر المخاطر اللي بتواجه البحار والمحيطات غير طبعا الخاضعة لقانون المياه الإقليمية؟ طيب والله، هو حضرتك، هو طبعا السبب وراء هذا الاهتمام طبعا برضو بدا تاني برضو، خلينا نقول ان اتفاقية الاساس في هذا الامر هي اتفاقية التنوع البيولوجي. اتفاقية التنوع البيولوجي ادركت هذا الامر واهميه المحيطات والبحار، وان احنا لسه لغايه اللحظه دي ما نعرفش اكتر من 9%، احنا ما حدش عارفين البحار والمحيطات فيها انواع قد ايه، ولا التنوع اللي موجود فيها قد ايه. يعني الاحصائيات والعلماء بيقولوا ان هم احنا نعرف حوالي او اللي موجود حوالي 300,000 ل 500,000، ولكن ال 300,000 500,000 دول قد لا يزيدون عن 9%. طيب معرفتنا دي والقيمه العاليه جدا للبحار والمحيطات في التصدي للتغيرات المناخيه وتنظيم درجه الحراره وتنظيم دوره الكربون في الجو، وامدادها امدادنا بالغذاء وبالدواء، كل ده لازم نهتم بيه. طيب احنا دلوقتي الاهتمام في الفتره اللي فاتت، ولما جينا قيمنا او حللنا نسبه الحمايه للبحار والمحيطات، لقينا ان النسبه الكبيره جدا في هذه الحمايه في الاراضي او البيئات الساحليه والبحريه والمحيطات اللي هي خاضعه للولايه، يعني الولايه الوطنيه. طب الباقي، الغالبيه العظمى من هذه الثروات، الغالبيه العظمى من هذه الفوائد اللي هي تتاثر بالنقل البحري والتلوث وحتى بالصيد، حتى الصيد خارج نطاق هذه المناطق. فكل ده لازم نحافظ بقى، لازم ده كان وقفه لينا، لازم نوقف وقفه لحمايه الباقي من البحار والمحيطات. لان خدماته اللي بيقدمها للبيئه والحفاظ على البيئه خدمات جليله جدا، يعني يمكن اهمها طبعا خدمه تنظيم
الكربون في الجو والحفاظ على او تاثير التخفيف من حده التغيرات المناخيه. عشان كده كان لازم يهتم بهذا الجزء الباقي ونضع اطار طموح للحفاظ على التنوع البيولوجي في هذه المناطق وحشد العالم والاتفاق حول ازاي او بعض الاليات وازاي نحط اليه لحمايه هذه المناطق اللي هي خارج نطاق الولايه. عشان كده جت فكره هذه القمه وجت فكره ان احنا نعمل اتفاقيه جديده تحت اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار، اتفاقيه معنيه بصونه التنوع البيولوجي في الاماكن دي اللي هي مش خاضعه لاي دوله، لازم العالم كله يتفق ويتحد في حمايه هذه الاماكن. وهذه الاتفاقيه زي ما اشار السيد الرئيس مصر جزء او احد الدول اللي بتساهم في اعداد هذه الاتفاقيه اللي نتمنى ان هي تخرج الى النور قريبا ان شاء الله، ان العالم كله يتفق ويتحد على حمايه هذه المناطق الغير خاضعه للولايات او المناطق خارج الولايات، خاصه ان الفتره اللي فاتت شهدت تغيرات كبيره جدا في المحيطات. يعني اخر دراسه اتعملت بتقول في نهايه 2019 اول 2020 بتقول ان 66% يعني تقريبا ثلثين البحار والمحيطات بيتاثر بالانشطه البشريه، حتى الصيد خرج هناك. صحيح. واصبحت ان المخزونات السمكيه حتى في هذه الاماكن اصبحت مهدده بشكل كبير جدا، فكان لازم يكون في وقفه لحمايه هذه البحار والمحيطات ان شاء الله. دكتور كل شكر لحضرتك، دورها الكبير جدا للحفاظ على فرص بقاء الانسان على كوكب سطح الارض. بنشكرك يا فندم دكتور ايمن حماده مدير عام اداره التنوع البيولوجي بوزاره البيئه، شكرا جزيلا ليك.